شجعتني لي حسين كل شي يلقى هناك من يحظى بسيارة كل شي يلقى هناك من يحظى بسيارة والحسن قبره اليوقف بكترة تاخذ الحيرة ويدور عن منارة تاخذ الحيرة ويدور عن منارة اي حسين يوصل يمك المشلول وعاجز والحسن يمنعني عن اتراب حاجز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم سائدتي وأمين من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يوم به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا فهوى على وجه الصعيد مبضعا وحسين فهوى على وجه الصعيد مبضعا ما نال تغسيلا ولا تكفينا وسروا بنسوته على عجف المطى تطوي سهولا بالفلا وحزونا وسرى بنسوته على عجف المطى تطوي سهولا بالفلا وحزونا أو مثل زينب وهي بنت محمد أي برزت تخاطب شامتا ملعون إلك
هيونا ماذا صنع ماذا صنع؟ فغدا يا 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 بمحضرها يقلب مبسما، كان النبي برشفه مفتونا، نثرت عقيق دموعها لما غدا. ها وويلاه على المذبوح، نثرت عقيق دموعي أما غدا بمحضرها يقلب مبسما. وويلاه يا حسين، ها يا حسين لو بيد الأمر كان أنا بنيت على قبرك بيت الأحزان. يا حسين خليتني يا حسين وحدي، أو بجفوف ذلا لطم خدي. يا زينب خويا أنا أسمع شتايمهم وعدي من النوم، بس يا بعد كبدي أدخلوا زينب، شتموا زينب، سبوا زينب، ضربوا زينب. خويا يا حسين يا حسين الشمير والله غضمني أخويا غضمني. ضربني على متوني وشتمني أخويا، ولا انكسر قلبه ولا رحمني. يا زينب خويا أنا منين جتني كربلا منين؟ لا عباس يبرالي ولا حسين، خويا يضربونا ونشقف بليدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنتم من المحسنين إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم. الآية الكريمة إخواني في سورة النحل آية 97، والآية فيها مضامين جدا جميلة ورائعة ومؤثرة. بدأت الآية بالمساواة. الآية بدأت، أنا أقرأ لك الآية مرة ثانية. من عمل صالحا، خاطر تتركز ببالك مرأة ونقسمها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شو نسوي له؟ فلنحيينه حياة طيبة وحدة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أجرين، هم الحياة الطيبة وهم القبول الحسن، الجزاء الأحسن، أجرين عندهم. نرجع للآية الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا، من باللغة العربية تسمى اسم موصول عام، يعني يشمل العقلاء طبعا، بس عامة الناس، هم من الرجال وهم
من النساء، لأن قال من عمل صالحا، من عمل صالحا بس الرجال؟ لا، بس النساء؟ لا، تشمل الرجال والنساء. من عمل صالحا مطلقا. زين، بعدين الله يأكد يقول من ذكر أو أنثى. ليش؟ هي الناس لو ذكر لو أنثى، يعني ماكو غيرها. زين، يعني هذا المعروف المشهور البقي إذا أكو واحد هذا شاذ بعد. زين، لكن المعروف لو ذكر لو أنثى. لما يقول من عمل صالحا، توجه لي، لما يقول من عمل صالحا يشمل الذكر والأنثى لو ما يشملها؟ يشملها. كان ليش ذكر الذكر والأنثى؟ ليش؟ أكد عليها. توجهت شنو صار؟ هذا سمنا تأكيد. يعني لما قال من عمل صالحا خلاص قلت كافي إلهي خلاص، ليش توضح من ذكر أو أنثى؟ ليش؟ لأن مولانا قديما كانوا يميزون بين الذكر وبين الأنثى، كانوا يعتقدون على أن الله يقبل الأعمال من الرجال بس النساء عملها ما هو مقبول عندهم. زين، مثلا الطعام الذي يأكله الرجل لا تأكله المرأة. في بعض العقائد الباطلة في الصين كان هذا قبل الإسلام، هذا مولانا عقائد كانت باطلة حتى عند العرب الجاهلي، الطعام الذي يأكله الرجل لا تأكله المرأة. زين، عندك مثلا من جملتها الله خلق الجنة، خلق الجنة للرجال فقط مو النساء، النساء ما يطبن الجنة عندهم. الأعمال لا تقبل من النساء، بعد إرث ما ينطونها، هاي عند العرب. ميراث المرأة ما تعطى، يعطى الرجال بس. شهادة ما إلها، شهادة ما تقدر تشهد، شهادة ليست لها. زين، الرجال فقط. الإسلام إجا فرق، الإسلام إجا ساوى. زين، بين الرجال والنساء. ما عندنا دين يساوي بين الرجال والنساء مثل دين الإسلام. ولهذا أنت لما تنظر إلى الآيات، كل الآيات تشمل الرجال والنساء. يعني مثلا هاي الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هاي واحدة. اثنين، الآية يا أيها الذين آمنوا، كم آية بيها يا أيها الذين آمنوا؟ هواي. تشمل بس الزلم؟ لا، آمنوا تشمل الرجال والنساء. في آية ثانية يا أيها الناس، الناس ياهم الرجال والنساء. يعني في آية ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، حتى في مولانا في الحدود شي يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. شوف، رجل وامرأة ماكو فرق. بالنسبة للسرقة شي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بس هنا أكو إشارة حلوة، فد إشارة قرآنية لطيفة. بالزنا أول ما ذكر المرأة للرجل المرأة، بالسرقة أول ما ذكر الرجل. شوفوا الآية والزانية والزاني، أنه بالسرقة والسارق وال. ليش؟ لأن أكثر السرقة، أكثر السرقة 95% من السرقة تبدأ أمنيا من الرجال. حتى لو المرأة تبوك أساسا ياي أساسا الرجل هو محرضها مشجعها، واضح مولانا؟ لكن الزنا والعياذ بالله 95% من الزنا أصله منين؟ من النساء. لأن إحنا أكو هذا مثال عند العرب، ما أدري عندكم ما عندكم ما أدري، هذا الزبيل، الزبيل يعني السلة. زين، يقول الماء يمد زبيلة ما حد يعبي له. زين، الماء يمد تشيس ماله ما حد يطي. زين، فمولاي المرأة إذا طلعت ثقيلة رزنة، رزنة بالشارع ثقيلة، تتمكيج فقط لزوجها، تعرف فقط زوجها، تكون متكبرة وين؟ في الشارع، متواضعة في البيت. ثلاث صفات للمرأة هي خير، للرجل هي شر. ثلاث صفات، من جملة التكبر. عيب الزلمة يتكبر على الناس، بس المرأة بالشارع إذا تمشي كنت تمشي شنو؟ متكبرة. متكبرة يعني لا ترتفت يمين وشمال ولا تعدت عينة، لا، تنظر مباشرة أو إلى الأرض، تروح تكمل طريقة، تروح ترجع. هاي وحدة. البخل، عيب الرجال يصير بخيل، بس المرأة إذا ما صارت بخيلة بعد اغسل يدك من بيتك بصراحة. يعني اللي تلم البيت يا أخي الزوجة المرأة، هي تلم بيتك، أنت اللي عليك تشتغل. فإذا كانت مبذرة، هو الزلمة إذا مبذر يضيع البيت، مو هنا بالمرأة. زين، واضح مولانا؟ فإذا أكو صفات وكذلك الثالثة الجبن. المرأة كون تخاف، عيب الزلمة يخاف، بس المرأة شنو؟ إذا ما تخاف على سمعتها
أو على مولانا عاقبتها كل شيء يسوي. سبحان الله. فالمرأة مولانا إذا طلعت رزنة في الشارع، إذا طلعت ثقيلة بالشارع، إذا مثل الوردة اللي فيها شوك، الوردة اللي بيها شوك، هي وردة لكن شوك بيها ما يقدر كل واحد يلمسها. واضح مولانا؟ المرأة كالدرة، مثل الدرة. الدرة إذا انجاست، منو عند خبرة بالدرة؟ اللؤلؤة. زين، هذه بها شيء، إذا واحد لمسها بمجرد أن يلمسها البقعة شو يصير؟ أظل عليه حتى لو تنغسل، أظل عليه بعد قيمتها توصل للنص، كون ما حد يلمسها، لمسيك عادي ما يلمسونها. المرأة نفس الحالة. واضح مولاي؟ لابد من العفاف، ولهذا الله يقدم من يقدم المرأة في الزنا والعياذ بالله، الزانية والزاني. زين، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الشاهد إذن الله حتى في الحدود الإسلامية ساوى بين الرجل والمرأة. يعني عندنا آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات، شوف التساوي، شوف التساوي. أنت وياي لو مو وياي، لو بس عيونك وياي، وياي خليك وياي شوية. زي مولانا، شوف التساوي، 10 خصال، 10 خصال الله ينطيها للرجال وللنساء. شوفوا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات بعد والصادقين والصادقات والمتصدقين أو والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات بعد والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله شطيهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شوف، رجل ومرأة، هم أجر مولانا وهم مغفرة. ما ميز، ما فرق بين المرأة والرجل. زين، سيجون هذول المتحضنين يتفلسفون على رؤوسنا مولانا، يقشرون بصل على رؤوس المسلمين. زين، قالوا تعال أنتم المسلمين تظلمون المرأة، ليش نظلم المرأة؟ قالوا أنتم لما تأتوا إلى المرأة ما تعطون المرأة حقها. حيا الله شيخ مولانا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله شيخ. ما تعطون المرأة حقها، ليش ما نعطي المرأة حقها؟ قال أنتم تجعلون المرأة نصف الشهادة. المرأة ما يجوز لها أن تصير مثلا قاضي، قاضي ما يصير. ميراث المرأة نص، دية المرأة شقد؟ نص. بالإسلام نص لو مو نص؟ احكي نص. زين، هذا مو بخس لحق المرأة؟ ليش يعني؟ أنت لما تعطي الأخو تنطي 100، خو أنطي المرأة 100، أنطي البنية 100، ليش تعطيها 50؟ إذا الأخو خذ 100 ناقة، ما نفرض البنت شقد تاخذ؟ 50. هذا أنتم المسلمين اللي يساوون بين النساء والرجال، شاوين هاي مو مساواة، هاي لا، مساواة وعين المساواة. الله مو يعطي المرأة حقها، يعطيها أكثر من حقها. أنا أعطيك مثال فقط في قضية الميراث، فقط في قضية الميراث. أسمعني مولانا، أولا منو اللي يقول المرأة دائما تأخذ نص؟ بس أضرب لك مثال بس عن الميراث، والباقي بعد القضاء والشهادة روح تطالع عليه، ما بيشرح علينا نطول مولانا. الآن منو اللي قال المرأة تأخذ نص؟ اسمع، احنا عندنا الاحكام 3 في الميراث. مره المراه تاخذ نص الرجل، اسمعني عيني، مره تاخذ نص، اذا ما تنتبه تضيع راس الخيط، لانه الان جدا هذا الكلام جدا دقيق، جدا دقيق. زين، من باب لانه انا ادرس الميراث في الحوزه. اسمعني، مره المراه تاخذ نص، المراه تاخذ نص، هذا 100، المراه تاخذ 50، او مره المراه تاخذ بالسويه، الرجال 100 المرأة هم تأخذ 100، أو مرة الرجال يأخذ نص المرأة، نص المرأة تأخذ 100، الرجال أبو شوارب يأخذ شقد؟ 50. شلون هاي؟ أنا أعطيك مثال، الرجل يأخذ ضعف المرأة، المرأة تأخذ نصف، معروفة، واحد يموت عنده بنت وولد، إذا مات عنده بنت وولد بناته وأولاده، ابنه يأخذ 100، البنت شقد تأخذ بنته؟ 50. هاي أخوة واضحة، هاي البنت. زين، مرة تأخذ بالسوية، بالسوية، بالسوية يأخذ، وين يأخذ بالسوية؟ واحد مات، واحد مات ما عنده ورثة، كلش ما عنده، لا أم لا أبو لا أولاد، خوان من أمه وأبوه ما عنده، خوان من أبوها ما عنده، عنده خوان منين؟ من أمه. تعرف خوان من أمه يعني شنو؟ يعني أمه متزوجة زوج من قبل أو عندها أولاد، هسه تزوجت أبوه خلفته هو. زين، يعني ما عنده بس خوان منين؟ خوانه وخواته من أمه. الإخوة والأخوات من الأم،
باللغة الفقهية يسمونها كلالة، كلالة الأم، يعني خوانك وخواتك من أمك، إذا أنت تموت عندك خوان وخوات من أمك إيش قد يأخذون؟ كلهم بالسوية طبق، كلهم سوية، ها؟ 50-50-50-50-50 نسوان وزلم. زين هذا مثال، بعد وين يأخذون بالسوية؟ واحد مات الطبقة الأولى ما موجودة، يعني ما عنده لا أولاد لا أم لا جد لا إخوان، ما عنده كلش، ما عنده، عنده خوال وخالات، خالتي خو مرة وخالي خو زلمة. زين شلون يأخذون بالسوية؟ بالسوية، خالي يأخذ 50، خالتي هم تأخذ 50، الأعمام والعمات لا، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مرة الإسلام يعطي المرأة نص، ومرة الإسلام يعطي المرأة بالسوية، ومرة لا، المرأة تأخذ ضعف الرجل، الرجل يأخذ نص. وين؟ اسمع، واحد عنده بنت وعنده ولد، هذا انتبه هاي كلش، واحد عنده بنت وعنده ولد، بنت ولد، بنته عندها ابن، يصير ابن بنته، احكي، هذا عنده بنت وعنده ولد، بنته عندها ولد، ابن بنته، ابنه عنده بنيه، بنت ابنه، صح ولا لا؟ الان البنيه بنت الرجال وابن الرجال سافروا وطقتهم سياره ماتوا، ايش ظلوا؟ ظلوا احفاده. زين ظل ابن بنته وبنت ابنه، صح ولا لا؟ حس الرجال مات، الاب والجد، الجد مات، ما عنده ورثه، بس عنده هذولي ابن بنته وبنت ابنه. زين بنت ابنه، بنت بنت خو بنيه، بعد بنت ابنه، بنيه خو بنيه، تاخذ 100، بنت ابنه تاخذ 100، ابن بنت خو زلمه مشورب عنده لحيه وشارب زلمه، ايش قد ياخذ؟ 50. ليش خذ؟ خو رجال هو 50، هذا هاي البنيه خذت 100، ليش خذت؟ حق ابوها، لان ابوها ابن الرجال، خذت 100، بس البنية هذه أو هذا الولد، الولد خذ حق أمه اللي بنت الرجال، ها؟ فشار مولانا هنا البنية تأخذت ضعف الرجل، الرجل خذ نص، زلمة مشورب خذ 50 والمرأة خذت 100. إذن في بعض الحالات الإسلام شنو ينطي؟ بالسوية، وبعض الأوقات المرأة تأخذ نص، بعض الأوقات لا، الرجل يأخذ نص. بعدين شنو؟ وين ظالم المرأة؟ وين ظالم هالمرأة؟ تعال اسمعني بالله، اسمعني مولانا، اسمعني هسه، أنا واحد أخو أخت، الأخو خذ 100 والبت الأخت أخذت 50، اثنينهم متزوجين، الولد الرجال وين يصرف الأموال؟ يصرفن عليه، على نفسه وعلى بيته وعلى عياله وعلى زوجته، صح لو لا؟ يصرفن هاي 100 مليون يصرفن. تعال المرأة هاي خذت أختي خذت 50، وين تصرفن؟ حتى على نفسه مو واجب، يصرف عليها المقروض، يصرف عليها، صح لو لا؟ هذا واجبة النفقة، كون ياهو اللي يصرف عليها، زلمتها الرجال يصرف عليها، حتى أمورها الشخصية الرجال يصرف عليها. زين لا واجب عليها تصرف على زوجها، لا واجب عليها تصرف على أولادها، ولا واجب عليها تصرف على نفسها، يعني هاي 50 وين؟ بارد مبرد بالجير. زين لولا رابحة لو ما رابحة؟ رابحة، بس ذاك الرجال أبو 100 وين يصرفها؟ يصرفها على نفسه وعلى بيته وعلى زوجته وعلى عياله وعلى هالأمور كلها بعد، صح لولا؟ زين فالإسلام ينطي المرأة أكثر من حقها لولا؟ قاعد يعطيها أكثر من حقها، وأنا مولاي قاعد يكرم المرأة الإسلام، ولهذا الإسلام يؤكد على ذلك، يقول خاف واحد يفكر على أن المرأة ليس لها ميراث، خاف واحد يفكر شهادة المرأة مو مقبولة، خاف واحد يفكر أن المرأة ليست لها قيمة، خاف واحد يفكر أن عملها ما هو مقبول. الله شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا، من اسم موصول عام يشمل الرجال والنساء، لكن مع ذلك يؤكد شنو؟ يقول من ذكر أو أنثى، بعدين موتنا واحد وخلقتنا واحدة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هم الله خالقنا من عدة هم من نسوانها نفس النطفة، لا أكثر ولا أقل. زين حبيبي، ولهذا أنت تشوف الرجال العظماء، الرجال المرأة العظيمة تربي لها عظيم، زين المرأة العظيمة تربي عظيم. زين الشاهد، من عمل صالحا بس من ذكر أو أنثى، أخوة تعرفون العمل الصالح شنو؟ احنا عندنا الأعمال نوعين،
عندنا الأعمال نوعين، عندنا عمل صالح وعندنا عمل حسن، وهي كم مرة قاعد أعيدها. شون الفرق بين عمل الصالح والحسن؟ العمل الصالح أخص من العمل الحسن. العمل الحسن عام، العمل الحسن يفيد بفائدة، يمكن أن يكون لله ويمكن أن لا يكون لله، يمكن للرياء. إذا كان لله يسمونه عمل صالح. يعني شلون؟ يعني مثلا سيطب علينا فقير، أقول له والله تعال قدام الناس أريد أراوي نفسي، ترى أنا وايد شريم، تعال والله أجي كذب والله هاي 20 دينار، أطلب على أشوفك، خاطر يشوفون يقولون هذا الرجال شنو كريم. هذا عمل حسن بس مو عمل صالح، لأن بيريا. العمل الحسن ليش؟ لأن هذا الرجال الفقير استفاد 20 دينار لما استفادهن، والله أنت لله لهم ولله، الرجال خلاص استفاد خلاهم جيبه وطلع برا استفاد بين فائدة. زين، هذا يسمونه عمل حسن. لكن إذا بينك وبينه طلعت بينك وبينه ولله، خليت 20 دينار تفضل لله، هاش يسمونه عمل صالح. العمل الصالح أن يكون فائدة ولله، العمل الحسن يمكن أن يكون لله ويمكن أن لا يكون لله. إذا كان لله فهو عمل صالح. زين، عمل الصالح يكفي؟ قال لا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. إذا العمل الصالح مع الإيمان، عمل الصالح مع الإيمان. ولهذا اشتقرأ أنت بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. كل الإيمان مع العمل الصالح، إيمان مع عمل صالح، لأن بس العمل الصالح ما يكفي، يحتاج إلى إيمان. زين، إذا صار عندك إيمان وعمل صالح الله شو ينطيك؟ ها؟ قال فلنحيينه حياة طيبة، راح نحيي حياة طيبة. السؤال الأول الحياة الطيبة وين السير؟ هاي وحدة. ثانيا، ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة بها 3 آراء للعلماء. بعض العلماء قالوا السير الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، والبعض قالوا في البرزخ. تعرفون البرزخ وين؟ القبر، البرزخ الفاصل بين الدنيا وبين الآخرة. والبعض قالوا في يوم القيامة. 3 آراء. اللي يقولون الحياة الطيبة في الدنيا، شنو الحياة الطيبة في الدنيا؟ إذا قلنا الحياة الطيبة في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. زين، ولنجزينهم أجرهم بأحسن. ذاك الجزاء وين يصير؟ في الآخرة. إذا الجزاء في الآخرة، في الحياة الطيبة وين يصير؟ أي بارك الله فيكم شباب، اتوجه لي. زين حبيبي اتوجه لي، لأنه إذا ما توجه شوية تضيع. أنا قاعد لأنه أتكلم سريع ما تخلص المحاضرة، لأن طويلة جدا، طويلة بها حكي وايد، فمجبورة حتى لو أبتر من عدها، بس توجهوا لي عيني. قليل قر خير من كثير فر. زين، جزاكم الله خير. الآن اسمعني هذه، شوف اللي يقولون بالدنيا، اللي يقولون في الدنيا هذه الحياة الطيبة في الدنيا، ليش في الدنيا؟ قال الله قاعد يقول فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. الجزاء وين يصير؟ في الآخرة. إذن حياة الطيبة وين يصير؟ في الدنيا. زين، إذا قلنا الحياة الطيبة في الدنيا، شلون نعيش حياة طيبة؟ الحياة الطيبة شلونها؟ أكو روايات، رواية تقول الرزق الحلال، حلوة هاي صدق، الرزق الحلال شنو؟ حياة طيبة. لأن إذا أنطيت ابنك رزق حلال هم دعاك مستجاب وهم ابنك يحترمك، بس إذا وكل حرام يوقف بوجه الأب شنو مران يضربه؟ كل شيء يطلع. لقمة الحرام تمنع الدعاء، تمنع استجابة الدعاء. لقمة الحرام تجعل الأولاد إنما يأكلون في بطونهم نارا. زين، إذن الحياة الطيبة شنو؟ الله إذا أراد أن يحييك حياة طيبة يرزقك رزقا حلالا. هاي وحدة، هاي إذا قلنا بالدنيا، إذا قلنا في الدنيا الرزق الحلال شنو مولانا؟ الحياة الطيبة. واحد. اثنين مولانا، القناعة. الإمام علي عليه السلام يقول القناعة هي الحياة الطيبة. ترى القنوع غني، مولانا غني والله، القانع غني، والمو قانع لو يملك ملايين وملايين يحس بنفسه شنو؟ فقير.
من لم يقنع بالقليل لم يقنع بالكثير. زين، هذا الطماع لو تخلي فلوس الدنيا بحلقة هام طماع، يحس بنفسه فقير، بس القانع قانع، الشي يجي من الله هم الحمد لله. زين، إذن الحياة الطيبة القناعة، الحياة الطيبة القناعة. كم رأي صار؟ 2. الرأي الأول شنو؟ الميسرة. الرأي الأول شنو؟ الرزق الحلال. الرأي الثاني القناعة. الرأي الثالث، الرأي الثالث حلو، أنا هي 6، أنا أقول لك 3 بس. الرأي الثالث التوفيق إلى العبادة والطاعة. العبادة والطاعة تحتاج توفيق لولا؟ الآن حضورك بهالمجلس هذا عبادة لو مو عبادة؟ طاعة لو مو طاعة؟ أنت حضرت بالمجلس توفيق من الله لولا؟ أكو بعض الناس على البحر قاعد يفترون الآن، ما أدري شو حلال لو حرام ما أدري أنا. زين، الآن أنت ليلة الجمعة وين حضرت؟ بالمجلس، توفيق لو مو توفيق؟ الله يوفقك لأداء صلاة الجماعة، توفيق لو مو توفيق؟ توفيق. الله يوفقك لأداء صلاة الصبح الفجر تقعد تصلي. أقول بعض شنو مولانا يحرم من هذه النعمة، واضح مولانا؟ إذن الطاعة والعبادة تحتاج إلى توفيق لولا؟ تحتاج إلى توفيق، لكن بشرطها وشروطها. أنا أعمل عمل الصالح وأواظب عليه، مو أحرقه. ترى 100 عمل صالح سوي لك وتحرقه مع الذنوب والمعاصي لا خير فيه، سوي لك عمل واحد وواظب عليه حافظ عليه لا تحرقه، هذا أفضل من 100 اللي تحرقه. وإلا شوف لك واحد يطلع مجالس ويروح منا ويصلي صلاة الجماعة ويخم ويفتر ويقرأ ويصلي صلاة وكيش يسوي، لكن بالمقابل يصلي ويكذب، يصوم ويسرق الناس، المرأة طالعة لمجلس الإمام الحسين تطلع بكامل مكياجها والأجانب يشوفونها، هذا حلال له حرام؟ عيب كيفك، أنا ما أقول حلال له حرام، تبكي أنت تقول زين، ما يجوز هذا، ما يجوز مولانا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، خوش حكاية عنده سلام الله عليه، يقول سأل واحد، سأل واحد قال له سيدي، عجيب هذا الإمام سلام الله عليه، عجيب والله العظيم، ينطفت كلمات درس للتأريخ مو درس ليوم ويومين، عجيب الرجل هذا، عجيب الإمام سلام الله، عجيب والله. أجا واحد سأله قال له يا أمير المؤمنين ما هو الواجب وما الأوجب؟ أكو شيء واجب وأكو شيء أوجب. قال طبعا الإمام سأل الإمام ما هو القريب وما الأقرب ما هو العجيب وما الأعجب، عدة بعد مولانا من جملتها ما هو الواجب وما الأوجب. الإمام قال له أما الواجب فطاعة الله، الواجب أن يطيع الله، لأن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال له أكو شيء أوجب من طاعة الله؟ قال له بلى. قال له شنو؟ قال له ترك الذنوب والمعاصي، أنا إذا أريد أعبد لا أعبد الله من حيث يعصى. زين، أول ما أنظف نفسي من الذنوب والمعاصي أنه شنو؟ أنه بعبد. شلون يعني؟ هذا يقولون يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام، هذا الشيء بالشيء يذكر، حلوة هاي أنا ذكرتها كم مرة، هذه شاف له واحد يبوق، خلي له تشيس برقبته ويبوق بالسوق، يوصل لبو تفاح خذها له تفاحتين خلاهم بالتشيس، برتقالتين خلاها بالتشيس، يلم يلم يبوق ويخلي بالتشيس الى ان ترس التشيس من الاموال من الفواكه. الامام قاعد يعين عليه من بعيد، هذا طلع، من طلع الامام تبعه، تبعه طلع برا المدينه، وصل للفقراء بيوت الفقراء، طق الباب على الفقير، طلع الفقير اعطاه تفاحه برتقال، قال له تفاح. زين، شوف شو مولانا، شوف اللعب على الله. زين، راح للفقير الثاني انطاه شويه مولاي ومشى حاله، الثالث الرابع الخامس يوزع على الفقراء، الامام كذا قال له تعال اجى، قال له ما انت صانع شو تسوي؟ قال له سيدي اتصدق على الفقراء. قال له تتصدق على الفقراء بمال بمال الناس باموال سرقه؟ قال له ما عندي. قال له ما عندك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عندك انطي، ما عندك هم تبوق تروح تنطي. زين، قال له يا ابن رسول الله انت على خطا. قال له ليش؟ شوف يتفلسف براس الامام سلام الله عليه، اكو بعض الناس هيك موجودين لما موجودين يتفلسفون براس الفقهاء والمراجع، هو اللي يقول لك المرجع يا هو زين يا هو مو زين، مو شغلك انت، انت مو شغلك المرجع هذا زين مو زين، مو شغلك على خطأ مو خطأ، فتوى انت زين مو زين، مو شغلك، لا يقارع الفقيه الا الفقيه. انا شنو؟ انا شنو؟ فلان مرجع على خطأ، اقعد مكانك
رجال قبل لا تطلع لحيته مخلي راسه بالكتاب، او سار لحيته بيضه وراسه بالكتاب، انا علمه؟ انا علم الفقيه والمرجع؟ لا، مرجع اعطى فتوى خلاص، هو مقتنع بها، عنده دليل شرعي، هسه عنده نص، ايه، روايه، يعني امر عقلي او نقلي، ما لا فرق. انا مو شغلي اقيم مرجع، انا مو شغلي اقيم فقيه مولانا، خلاص انا قاعد بمكاني، انا اللي علي انا اتبع المرجع، اذا على اساس انا حلل وحرم خو البس عمامه وصير مرجع تحسن لك خاطر نغدك، اذا ما تقدر عليها اقعد خلاص، كل من وشغلته. واضح مولانا؟ اكو ناس يتفلسفون هيك، مثل واحد جاني في اليوم، صلوا على محمد وآل محمد، هذا في اليوم قرينا في الرواية عن الإمام علي عليه السلام، ما تحمل، يقول الشيخ وايد بالغ في حق الإمام علي، لا ما أبالغ والله قليل بحقه، الله وكيله قليل بحقه. فجاني فد واحد قال لي مولانا، قلت له نعم، يتفلسف مولانا، قلت له نعم، قال هاي الرواية مو صحيحة. أنا قلت مو صحيحة، يمكن مرسلة، يمكن ضعيفة، لأن إحنا الروايات أنواع، عندنا موثقة، عندنا صحيحة، عندنا حسنة، عندنا أنواع مرسلة، زين. فأنا قلت هذا يمكن دارس علم الرجال، قلت له ليش مو صحيحة؟ قال لي ما مر علي. عجيب، ما مر عليك يعني مو صحيحة؟ قال لي إيه، قلت له عسى ما مرت عليك، يعني أنت الفقيه المرجع عند روايات ما مر علي، المرجع بكبره مو أنت، أنت أخو خردة. واضح مولانا؟ فبعض الناس يحلل بكيفه ويفسر بكيفه، مثل هذا زلمتنا، الإمام قال له أنت على خطأ، قال له لا يا ابن رسول الله، إنما هو عين الصواب. قال له شلون؟ قال له الله قاعد يقول، الله قاعد يقول العمل الحرام وحدة بوحدة، السيئة سيئة بسيئة، مو لا، والعمل الحلال من جاء بالحسنة فله عشر، أنا بقيت وحدة بوحدة وصدقت عشرة، نقص وحدة من عشرة، أنا ربحت شقد؟ تسعة. زين، إذا كلها تحسب مثلك على الإسلام، السلام بويا، ضاع الإسلام. هو أصل العمل من أصل باطل، هو العمل من أصل، من أساسه شنو؟ هو باطل. هسه لو تبني البيت من ذهب، إذا ما طق الأساس وين تخليه؟ يطيح. هو أساس العمل شنو؟ باطل. فالأوجب من الواجب، إحنا نقول مقدمة الواجب واجب، زين، فالأوجب من الواجب هو ترك الذنوب والمعاصي، زين. إذن الحياة الطيبة سارا ثلاثة، الحياة الطيبة الأولى الرزق الحلال في الدنيا، هاي في الدنيا، الثانية مولانا شنو؟ القناعة، أنا أهم سترة، زين، الثالثة مولانا شنو؟ ها؟ التوفيق إلى الطاعة، أحسنتم ما شاء الله، للميمنة رابحين عليكم، هذه الميسر أحشو، زين. فإذا مولاي التوفيق إلى الطاعة والعبادة، هاي إن قلنا أن الحياة الطيبة في عالم الدنيا، زين، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، البعض يقولون لا، الحياة الطيبة في البرزخ، في البرزخ، الله يدخله في جنة تسمى جنة البرزخ، لأن هذا الإنسان إذا مات تقوم قيامته، يخلونه بالقبر، هذا البرزخ يسمونه القيامة الصغرى، يسألونه بعض الأسئلة هيك يعني موجزة صغيرة، زين، من ربك، من نبيك، يعني سوالف صغار صغار، زين. اسمع وافهم يا فلان بن فلان، اذا اتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن قبلتك وعن كتابك وعن ائمتك، فلا تخف ولا تحزن، وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيي. زين، الإسلام وديني، القرآن إلى آخر، زين. إن أجاب واحد، يجاب واحد، ما يجاب، في كل باب من رأسه وباب من رجليه. إذا جاوب خب، تخرج يد من رأسه، من الباب اللي صوب رأسه، يل الرأس، يدفع من الرأس، وين يطيح؟ على رجليه، في جنة تسمى جنة البرزخ. إذا ما جاوب، ما يعرف إمام زمانه ياه، ما يدري، ناسيهم، مو ناسي واحد، 12 واحد ما يجيبهم، 12 واحد ما عنده اعتقاد بيهم كلهم، تطلع على ريل يد منين؟ من الرجلين، الدفع وين يطيح؟ على رأسه هيك، في نار تسمى نار البرزخ، يطيح على أم رأسه، على الهامة، وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فأمه مو شمرن أمه، بالأمه ما لها غرض، زين، فأمه هاوي، يعني ينزلون على من؟ على أم رأسه هيك بالمقلوب،
زين، صاحب الحياة الطيبة في البرزخ في جنة البرزخ. زين، إذن الحياة الطيبة مرة بالدنيا وقلنا ثلاث، والحياة الطيبة بالبرزخ وقلنا جنة البرزخ، ويمكن أن تكون الرأي الثالث الحياة الطيبة وين؟ في الآخرة، في الآخرة السير. زين، ليش في الآخرة؟ لأن الإنسان في الدنيا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الإنسان في ضيم وتعب بالدنيا، وين وين الحياة الطيبة؟ يصير وين؟ بالآخرة الحياة الطيبة. بالآخرة شنو؟ بالآخرة يدخل جنة لا موت فيها ولا شيخوخة فيها ولا مرض فيها، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، مولانا احنا الله ايش يقول لنا بالقرآن؟ يقول مثلا بيها تفاح، بيها برتقال، بيها فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، بيها الحكي هذا اللي نقدر ندركه. بس اذا الله يريد يقول لك اوصاف الجنة عقلنا ما يستوعب. احسن لفظ الله شو يستخدم؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، هاي احسن شيء. زين، والا يقول نهر من عسل. هذا العسل، هذا العسل، هذا نهر، نهر من عسل. شايف هذا؟ شايف الشط؟ نهر من عسل يمشي عسل. تعال انت اغرف خلص. زين، وين تلقاها هسه؟ انت تقدر تصورها الان؟ لا والله، يعني حتى ما بيك تصورها، ما تستوعبها. نهر، نهر هوش، نهر كبير وقاعد يجري من عسل. زين، نهر من لبن، نهر من لبن، نهر من لبن، نهر من لبن. يعني الانسان حتى لو يريد يستوعبها يريد يفكر بها، يعني ما تطابق عقله، يعني ما توالم وياه. بس الله يعطيك شيء جزئي بالاخير يقول ما لا عين، او في ايه يقول لهم ما يشاؤون عند ربهم. شو يريد ان نعطي؟ شو تريد الله ينطيك؟ اي واضح مولانا حبيبي؟ زين، فايش يقول؟ يقول يدخل الحياه الطيبه في الجنه. الجنه شنو؟ موت ما فيها، بعد الجنه موت ما بيها، هم فيها خالدون. ولهذا يقول، يقول ولحم طير مما يشتهون. الله يعطيك لحم طير، ما يعطيك طيور، لان اذا اعطاك طير شو تسوي بيه؟ الذبحة، خماش تاكله عدل حي. الطير كون الذبحة، إذا ذبحته مات لو ما مات؟ مات، وتشوي وتاكله. زين، الله يقول هناك موت ماكو، أنا ما أعطيك طير خاطر الذبحة ويموت، لا لا لا، أعطيك لحم طير. إيش قال؟ ولحم طير، ما قال وطير، ولحم طير مما يشتهون. زين، لأن موت ماكو، بعد شيب هرم ماكو، كله شباب. ولهذا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بويا الجنة شياب ما بيها، سمعت له؟ لا تعرف حكي أنا اللي ما تعرفه؟ أنت تعرف الإشارة وين؟ الجنة شياب ما بيها، بس شباب بيها، والحسن والحسين سادة شباب أهل الجنة سيدة. وهذا حبيبي؟ زين، بعد شيب ما بيها، بعد مرض هم ما بيها. إنسان ما صيبه لا وعكة لا مرض لا نشلة لا سخونة لا صداع لا كذا، ماكو شيء، الحمد لله رب العالمين. زين، هاي الحياة الطيبة، ولهذا قال فلنحيينه حياة طيبة. زين، هسه واحد يقول شيخنا أكو ناس يسوون عمل صالح بس ما عنده إيمان. ها؟ أكو ناس إيمان ما عنده بس يسوي مستشفى، إيمان ما عنده. أكو بعض مولانا العزيز، بعض الناس أصلا ناس دين ما عنده، مثل هذا الصيني، شفتوه هذا الصيني التاجر المعروف، هذا الصيني كان فقير. زين، ما عنده حافي، ملفين اثنين، هو يتيم، ملفين اثنين رجل ومرأة من زغرة، وكبروا من كبر صار تاجر، تاجر كبير جدا كبير. ايش سوى مولاي؟ اجى الى هذه المنطقة الفقيرة، قرية بكاملها فقيرة، هدم القرية كلها، طلع الناس اللي بيها كلهم سكنهم بالفنادق، او هدم القرية بالكامل، سواها بلدة كاملة، كل شيء بيها، شوارع بيها، كذا بيها، مؤثثة مجهزة من كل شيء، كل شيء. جابهم القاعدين بالصرايف، وين قعدهم؟ بهالبيوت الفاخرة الجميلة، قنفات وتلفزيونات وثلاجات وكذا. زين، هذا هو دين ما عنده، ياكل كلاب جلكم الله. زين، دين ما عنده، مو مؤمن، لكن سواء عمل صالح لولا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. زين، هذا الله شلون؟ ها، هذا ما عنده. يقول لا، انت هذا تخفيفا للعقاب. في بعض الأوقات إذا الله كاتب له عقاب شو يسوي؟ يخفف عنه. لكن هذا إذا أردت الحياة الطيبة فعليك بالإيمان والعمل الصالح. الله شو يقول؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ما تحصل عليها إلا عن طريق شنو مولانا؟
العمل الصالح مع الإيمان. ولهذا احنا كم كم عندنا كم مولانا كم حياة عندنا؟ حياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، عندنا حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد شنو عندنا؟ حياة الآخرة، يا ليتني قدمت لحياتي. زين، عندنا الحياة الحيوانية، ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذا أربع طيور اللي أحياها. عندنا الحياة الاجتماعية، ها لكم في القصاص حياة، هيا حياة، حياة اجتماعية. عندنا الحياة المعنوية، شوف السادسة، الحياة المعنوية وين؟ دعاكم لما يحييكم. هم ما كانوا أمة، كانوا أحياء، لكن يا حياة هاي الحياة المعنوية، لأن الحياة المادية هم عدلين. زين، إذن أنواع الحياة موجودة، من جملتها السابعة الحياة الطيبة. الحياة الطيبة هاي فلنحيينه حياة طيبة. واضح حبيبي؟ زين، إذن بس الحياة الطيبة قال لا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن بأحسن بأحسن. ما أنت تقدم عمل حسن وأحسن، الله يشتري بأحسن. أنت عندك عمل حسن، واحد عنده عمل أحسن، الله يشتري بأحسن. هذا يسمونه اللطف الإلهي، هاي تسمى الرحمة الإلهية. أنت تقدم خطوة إلى الله، الله يتقدم عشر خطوات لك. زين حبيبي، الكلام بعد موجود. زين، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الأجر الحسن والأجر العظيم والأجر الكبير والأجر غير ممنون والأجر المضاعف، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أنواع الأجر في القرآن، يبقى بعد مولانا لمحاضرات آتية إن شاء الله تعالى. زين، هذا الأجر وهذه الحياة الطيبة. تعال، من المنتصر في كربلاء بالأصل؟ اللي في كربلاء يزيد ذبح الحسين، مو لا يزيد بالسيف انتصر على الحسين، لكن الآن في الحقيقة والواقع يا هو المنتصر. أنت قل لي وين قبر يزيد؟ ما حد يدري وين قبر يزيد. كم زائر إلى يزيد؟ كم واحد يزوره؟ ولا واحد، ولا نفاخ النار، ما حد. لكن تعال للحسين عليه السلام، هذا جاي الأربعين، جاي الأربعين وأول صفر والناس مخبوصة مولانا، هذا يقول أروح أسوي جوازي، وهذا يقول أنا أسوي كذا وهذا، وكل مقدمات للحسين. وإذا كم زائر؟ 15 مليون. كم زائر؟ 20 مليون. كم زائر؟ 25 مليون. كم زائر؟ إن شاء الله 30 مليون. زين، 30 مليون. يقول الإمام الصادق: ما من زائر يزور الحسين إلا ووكل الله له ملكين معه يحفظانه عن يمينه وشماله، يردون عن السوء إلا الموت طبعا، يروح لزيارة الحسين. إذا 30 مليون زائر من البشر يزورون الحسين، كم ملك حد الأقل؟ 60 مليون يزورون الحسين، على رواية الإمام الصادق: غير الملائكة، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك. شنو الحسين؟ الملايين، عشرات بل مئات 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 الملايين من المخلوقات تزور الحسين عليه السلام، حتى من الجن من يزور الحسين عليه السلام. الحسين هذا المقام الشامخ، ليش؟ قدم كل شيء، حتى عزيزة على قلبه رقية. تعرفون ترى هذا اللي عنده بنية صغيرة أكثر ترى يتحسس، البنية الصغيرة بريئة بصراحة أخواني، عجيبة والله، لأن أنا عندي بنية، أنا قاعد أقول لكم هيك، بريئة يعني سبحان الله، وحنينة، عدها حنان عجيب، ومتعلقة بأبيها مثل رقية. رقية متعلقة بالحسين مو طبيعي، متعلقة بالحسين. ولهذا المورخون يقولوا: إذا أراد الحسين أن يخرج، آخر من يودعها يودع رقية، آخر وحدة تتعلق به يودعها. وإذا دخل إلى البيت، أول من يراها الحسين يرى رقية سلام الله عليها. شوف الرقية شنو من مقام لها. زين، ولهذا لما الحسين أراد أن يخرج إلى القتال، قالت له: أين اللقاء أبا يا حسين؟ قالها: اللقاء في خريبة الشام، راح نلتقي بخريبة الشام. هي ما عرفت شنو خريبة الشام، ما عرفت شنو اللقاء. الحسين يقصد شيء وهي على طفولتها وبراءتها تقصد شيء آخر. وبالفعل لما وصلوا إلى خريبة الشام، سألت عمتها زينب: عم زينب، أهذه خريبة الشام؟ أي بالعافية عليك، صوت الدموع والبكاء قاعد يجي.
أنت اللي تحيي المجلس إن شاء الله، أنا بس أذكرك. أهذه خريبة الشام؟ بلى حبيبتي رقية، هذه خريبة الشام. شافت، نظرت إلى الخريبة، شافت الخريبة مو مرتبة، راحت رتبتها رقضة تتعدل منها وتجي. قلت لها: عمّة يا رقية أراك تركضين يمين وشمال كأنك فرحانة. قالت: عمّة قد وعدني أبي أن يزورنا في هذا المكان، راح يزورنا. قومي يا عمّة نعدل دارنا. والله بيت حلو هذا، الله يحفظك يا أبو باقر الفيصلي. قومي يا عم نعدل دارنا، بلش على غفلة ويطبخ الطار. الله، ها ظلت قاعدة تعدل الدار يمين وشمال، ها لكن تنتظر هسه أبوي يجي بعد شوية. تأخر عليها أبوها، بدأت الرقية بالبكاء والعويل. آه نامت من شدة البكاء، رأت أباها في عالم الرؤيا. انضمها الحسين إلى صدره: أبا يا حسين، أبا يا حسين، قد اشتاق قلبي إليك. ضمها الحسين إلى صدره، أخذت بالبكاء. أفاقت البنية الصغيرة، نظرت إلى عمتها: عم زينب أريد والدي الحسين. أعوذ بالله من عين الله تبكي عليك يا حسين، أعوذ بالله من قلب الله يخشعي. والله أبا يا حسين، عم زينب أريد والدي الحسين. قالت عم رقي: إن أباك في سفر، تقصد السفر الآخرة. بدأت البنية الصغيرة بالبكاء والعويل، والنساء والسبايا والعلويات يبكين حتى وصلت الأصوات إلى يزيد. أفاق يزيد: ما الخبر؟ قالوا: لأكو بنية للحسين تريد أباها. قالهم: خذوا لها رأس أبيها الحسين. واويله واويله، شوف الظلم، ها شوف قساوة القلب. ها وضعوا رأس الحسين في طبق، أدخلوه في خريبة الشام. نظرت رقية، قالت: عما لا أريد الطعام، أريد والدي الحسين. وضعوا الطبق أمامها، رفعت الطبق وإذا به رأس الحسين. أين المنادي وحسينا؟ أيوا سيدا. نظرت إلى رأس أبيها، خويا شافتهم جابوه، شافتهم من بعيد، أو صاحت: هلا برأسك يا العميد، يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، يا بويا عفتنا ويا ناس مو شجاويد. وضعت خدها على خد الحسين، وهي تنادي: أبا يا حسين، مل اليتيمة حتى تكبر. بدأت بالبكاء، ثم وضعت فمها الصغير على فم الحسين. وإذ بها هدأت رقية، التفت الإمام زين العابدين: عم رقية ارفعي أختي من على رأس والدي. حركتها زينب وإذا بها كالخشب اليابسة. أين المنادي وسيدتا؟ أيوا مظلومتا. الله الله، يقول قعدت قعدت الآن، اسمع اسمع، زينب جلستها لكن لسان حالها، تقولها: يا والدي يا والدي، والله ضيمة أنا صير من زغريتي، أثاري أثاري الأبو يا ناس، خايمة يفيع الأولاد وحريمة. بويا 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 ما
محلى الأبو لو قال بويا. والله بيت هذا هاي هذا الحكي يكسر القلب تراها. أنا محلى الأبو لو قال بويا يا ومحلى الأخو لو صاح خويا. الحسين اشترى لرقية أقراط، مشتري لها تراجي تراجيها، مشتري لها أقراط رقيها. لكن لما رجع زينب يوم الأربعين للحسين عليه السلام سمعت صوت من داخل قبر الحسين: يا زينب يا زينب يا زينب وين خليت رقي. اي والله يكسر قلبك البيت هذا. يا زينب وين خليت رقية تجيبيها قلت وياك ليا. ليش يا ابا عبد الله؟ قلها احب صوتها احب صوتها لو مر عليا عليا حنينه وما تفارقني يا زينب. لكن شنو الجواب زينبها؟ شنو جواب زينب للحسينها؟ تقول له يا ابو السجاد جيتك فاجد بنيتك رقي. اي والله اي والله. يا ابو السجاد خويا اجيتك فاجد بنيتك رقي. خويا رقي يا قبل ما تموت وصتني بوصية. شنو الوصية ها؟ تقلها عم يا زينب عم يا زينب نوح ويا البواجي او يا البوايجي ودي سلمين على حلو المحاجي. سلمين على ابوي. شقل شقل اسمع بيت الدعاء. المحاجي المحاجي وقلي له قلي له خذوا من التراجي. سلموني بويها وقلي خذوا من التراجي. لو مات الأبو فيت كبير ما هو ولد مفقود حتى يصير غير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم هون علينا سكرات الموت وشدائد البرزخ وأهوال يوم القيامة. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. شلون يا من ابني يعتني لي حسين كل شيء يحظى بسيارة كل شيء هناك من يحظى بسيارة. والحسن قبره اليوقف بكترة تاخذ الحيرة ويدور عن منارة تاخذ الحيرة ويدور حسين يوصل يمك المشلول وعاجز والحسن يمنعني عن اتراب.